فرقت. صباح الخير يا حبيبتي. اللي مصحي بدري كده. انت جيت ازاي وامتى؟ يعني ايه جيت ازاي وامتى؟ جيت زي ما باجي كل يوم ادلي ونمت وصحيت. مش انت كنت سبت البيت انت والولاد بعد ما اتخانقنا؟ حبيبتي احنا اتصالحنا. احنا اتصالحنا؟ اه. ايه واحدة واحدة كده وحاول تفتكر. صح. كنت ناسية. بس احنا فعلا اتصالحنا. اتكلمنا مع بعض. مي. مي كمان عملت لي عشاء، رقصنا انا وانت على الاغنيه بتاعت الفيرست دانس بتاعت فرح، وفضلنا سهرانين طول الليل، وبعد كده دخلنا نمنا، وتاني يوم انا وانت والولاد خرجنا. تاني يوم ايه يا خالد؟ مش النهارده تاني يوم؟ لا يا حبيبتي، النهارده مش تاني يوم. اللي حصل ده حصل من 6 أيام. 6 أيام ايه؟ لا طبعا، اللي حكيته لك ده حصل امبارح. طب اهدى يا بدري، اهدي وركزي وانا هفهمك وافكرك. اللي حصل كان يوم خميس، لانها تاني يوم انا وانتي والولاد خرجنا بعد الصلاه. النهارده الاربعاء تالي. وانت عايز دلوقتي يا مصطفى؟ عايز ايه؟ عندي معلومات مهمة بخصوص والدك. معلومات ايه دي؟ انت عارف ان والدك الله يرحمه كان متجوز 2؟ يعني ايه؟ اهو المرة دي معايا دليل متوثق. والدك اهو زكريا متجوز واحدة تانية غير والدتك. ازاي؟ مستحيل. قدامك اهو. ومش بس كده، ده الست دي كمان طبخت ابو حميد الورداني. نعم. اه صحيح، انا نسيت اعرفكم ببعض. داليا زكريا حمدان، عمك عبد الحميد الورداني. كنت شريك الوالد. انت تعرف توصلني للست دي؟ انا بعس عليها اليومين دول، بس اول ما اطرفيها هجيبها لك تشوفيها. اول ما توصل لها تكلمني على طول، انا محتاجه اقابلها في اسرع وقت. عيني. اتكلمت على مصطفى. حاضر.